الرابعه صباحا والرابعه واربعه و17 دقيقه بالضبط حدث زلزال في ولايه كرمان مرعش بلغ قوته 7.4، ومن ثم تلاه بعد دقيقتين فقط زلزال اخر ضرب مدينه غازي عنتاب بدرجه 7.8. عمق الزلزال 10 كيلومتر، ادى الى خسائر كبيره حقيقه. الزلزال كان صدمه لانه يكون يعني اكبر من اخر زلزال حدث في عام 1999، وبالتالي متوقع ان تكون حصيله الضحايا كبيره. نعم. طيب زميلي، يعني حدثني عن عمل فرق الانقاذ، يعني هل تواصل عملها لغايه هذه اللحظة؟ هل هناك حصيلة جديدة بخصوص من هم تحت الإنقاذ وتم إنقاذهم؟ تفضل، يعني حدثني بكل ما لديك من تفاصيل متوفرة. نعم، في البداية حتى الآن يوجد أكثر من 10,000 رجل إنقاذ حسب بيان هيئة إدارة الكوارث في تركيا آفاق، يعملون من أجل إنقاذ الضحايا العالقين تحت الإنقاذ. تم انتشال أكثر من 1200 شخص حتى الآن من الولايات التي تضررت. نلاحظ خلفي هنا طوابير من المواطنين بعد دعوة السلطات التركية إلى التبرع بالدم من أجل ضحايا الزلزال، لأنه أكثر من 5,000 مصاب حتى الآن من بين المناطق اللي ضربها الزلزال. أيضا طالبتهم بالتبرع بالمساعدات العينية، وخصوصا أنه تركيا تمر بمنخفض جوي، أغلب المحافظات التركية ثلوج، وهنالك عدة طرق انقطعت بسبب كثرة الثلوج، وهذا يضيف عبء على قوات الإنقاذ اللي الناس. لذلك تحاول السلطات أو المدنيين الباقين مساعدة هؤلاء من خلال التبرع في البطانيات والألبسة والمستلزمات الأساسية للمتضررين الزلزال. أيضا هنالك بيانات متكررة من هيئة إدارة الكوارث آفاد، آخرها أبلغ بأنه لا توجد مخاوف من حدوث تسونامي في جنوب تركيا في البحر المتوسط، لأنه درجة مركز الزلزال بعيد عن البحر المتوسط أو بعيد عن السواحل البحر المتوسط. طيب زميلي، يعني حدثني ماذا بخصوص الإجراءات الاحترازية؟ يعني هل تم وضع خطة من قبل الجهات المعنية ربما تحسبا لزلزال آخر ربما يكون خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن ما حصل اليوم يعني كان متوقعا خلال الفترة الماضية؟ نعم، تركيا أجرت في 16 من يناير الماضي تجربة عممت على جميع الولايات التركية، هي تجربة الزلزال، وتم إطلاق صفارات الإنذار في تمام الساعة 8 صباحا، وتمت عملية ممارسة محاكاة للزلزال، وهنالك استعدادات دائما موجودة في تركيا من أجل هذا، لأنه تركيا الجميع يعلم أنها على خط صدع زلزالي وهنالك نشوة زلزالية، وبالتالي الكثير من الفعاليات التي تجريها مؤسسات الدولة من أجل تمرين المواطنين على هذه الحوادث، وبالتالي هنالك خطط موضوعة. أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنه 10 حكام ولايات تمت إضافتهم لحكام الولايات التي تضررت من الزلزال، يعني أصبح لكل ولاية حاكمين الآن يديران الأمور في كل ولاية. أيضا هنالك قوات الجيش التركي انضمت إلى عمليات الإنقاذ، وهنالك استنفار عام في كل تركيا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المواطنين. نعم، وضحت الصورة. كنت معنا من تركيا الكاتب والصحفي الزميل بهاء خليل، شكرا جزيلا.